واحدة من الشغلات هلا عم بشتغل عليها، عم بطور بقشور الخضروات والفواكه بطرق جديدة لنقدر نستعمل منها مادة تكون صديقة للبيئة، والمادة هاي نقدر نعمل منها لكجوريوس براندز، يعني نقدر نعمل منها شغلات تكون فخمة وتكون تصميمها مودرن، بستعمل فيها أكثر أنواع التكنولوجيا المستحدثة الموجودة هلا لنا، وعم بستعملها بالفاشن، عم بستعملها بالاكسسوار زي ما رح نشوف بالشناتي الهاي اند وبالفرنتشر. بشتري الاورنج من هنا، بناخذ الجلد تبعه، وبالجلد هذا انا ببلش اطور فيه بعده مراحل، تقريبا بتقعد اسبوعين لحد ما اطور الماده اللي هي بتصير بتقدر تستحمل انه نشتغل فيها بالطريقه هاي. بعديها باخذها لشيء اسمه ديجيتال فابريكيشن. ديجيتال فابريكيشن بنشوف الديزاين اللي بدنا اياه، بنقصه على الليزر، بنطور الماده نفسها، بنعطيها بنخليها فلات على اساس ما يكون فيها اي مشاكل بالسيرفيسنج.